الستيتمنت الاول عادي جدا، اعرف متغير اسمه اس كيو ال عادي مع الناس ولا سرحانه مني. هم عامل ايه؟ سيلكت استرسك فروم ممبر، يعني هات كل الحقول من جدول الممبر وير لما يكون اليوزر نيم، انا مش متاكد من اليوزر نيم بس كلهم كاملين وكلهم سمول، لما يكون اليوزر نيم بيساوي ايه؟ المفروض اكتب له هنا كده صح، بس ينفع كده ليه؟ انا ايه ده فاتحنا ده؟ لا ده المفروض ده بدل ايه دي اشيلها واقول له جيت يوزر، جيت ايه؟ جيت يوزر دي بتاعت اليوزر نيم بتاعت اللوجن، جيت يوزر. خلاص كده مفهومه ولا مش معايا؟ يبقى لغايه هنا هو عامل علامه التنصيص، هو عامل زائد علامه التنصيص، قام جاي هنا قال له جيت يوزر، يبقى كل الجزء ده تعالى، يبقى كل الجزء دوت كده ثابت خلاص، وجنبيه لزقت الجزء الايه؟ الجزء المتغير ده، وحطيت كده السنجل ما بين الجزء المتغير حطيتها برضه هنا اهو. فعملنا ايه؟ خلاص الجزء ده كله ثابت زي ما اتفقنا. خلاص؟ الجزء ده كله ثابت ف حطيناه ما بين علامتين التنصيص، بس في هنا سنجل ناقصه صح؟ سنجل هنا ناقصه خلاص عشان تبقى دي كده. بعد كده عايزين نقول اند، وفي نفس الوقت الباسورد يكون بيساوي، واكتب هنا الايه؟ الباسورد، بس الباسورد ده حاجه متغيره، لازم احنا عامل علامتين التنصيص زائد علامتين التنصيص صح كده؟ واقوم جاي هنا قايل له جيت ايه؟ جيت باس خلاص كده. يبقى كده وير ان اليوزر نيم هيجيب هيجيب اليوزر نيم اند الباسورد يكون نفس الباسورد، طبعا عشان الجمله دي تشتغل على الداتابيز ويجيب وير ان اليوزر نيم نفس اليوزر نيم والباسورد نفس الباسورد خلاص، يبقى هيجيب يا اما يجيب ترو لو كان اليوزر نيم صح والباسورد صح، يا اما يجيب فولس لو كان اليوزر نيم او الباسورد غلط، يعني اما يجيب بيانات يا اما ما يجيبش. انا بقول له هات لما يكون اليوزر نيم كذا والباسورد كذا، هنشوف بقى يعرف يجيب بيانات ولا مش عارف يجيب بيانات صح كده. طيب ادي ايه؟ عملنا الجمله كده، لو نفذنا سي ام دي اكزكيوت، بس مش هينفع اقول له اكزكيوت ابديت، مش هينفع اقول له اكزكيوت ايه؟ لا هتبقى اكزكيوت ايه؟ كويري، بدل اكزكيوت ابديت هتبقى اكزكيوت ايه؟ كويري. طيب الناتج اللي هيرجع من ستيتمنت دوت اكزكيوت كويري هو عباره عن حاجه زي ما اتفقنا قبل كده، حاجه اسمها ريزلت سيت. ريزلت ايه؟ سيت، شكل جدول، شكل جدول او شكل ناتج جدول بالبيانات، ترجع جدول، اي جمله سيت تتنفذ بترجع لي ايه؟ جدول. فما عارف هنا ريزلت سيت واسميها ريس، قال لي طبعا انا هعمل امبورتنج لجافا دوت اس كيو ال دوت ريزلت سيت، تروح اعمل خلاص. يبقى كده الار اس دوت عباره عن ناتج بيانات، الناتج اللي جاي من جمله سيلكت، الناتج اللي جاي من جمله سيلكت، يعني شكل الجدول، يعني الار اس ده جدول، الار اس ده ايه؟ الار اس ده جدول. انا عايز اعرف بقى الجدول اللي جاي ده فيه بيانات ولا ما فيهوش بيانات؟ فيه بيانات خلاص يبقى اليوزر نيم والباسورد صح، يلا ما فيهوش بيانات يبقى ايه؟ يبقى اليوزر نيم والباسورد دول فيهم ايه؟ فيهم غلطه ايه؟ يبقى انا عايز دلوقتي اقدر اتاكد، كل اللي عايز اعمله ان انا عايز اقدر اتاكد الريزلت ست دي فيها بيانات وما فيهاش بيانات. بص عندنا الريزلت ست دي لو قلت لها دوت نيكست، نيكست دي بتعمل حاجتين، نيكست دي بتعمل حاجتين. بص معايا الملخص بتاعها بيقول ايه تحت، الملخص تحت اللي يهمني بيقول لي دي بتريترن ترو اف ذا نيو كارنت رو از فاليد، يعني لو في سجل في اول يعني لو في بيانات في اول سجل هتجيب لك ترو، وفولس لو ما كانش فيها ايه؟ لو ما كانش فيها سجل بيانات. يبقى نيكست بتعمل حاجتين، الحاجه الاولى الانتقال للسجل التالي، الانتقال للسجل التالي رقم اثنين، لو السجل اللي واقف عليه مليان ترجع ترو، لو السجل اللي مش واقف عليه فاضي ترجع لك فولس.
قلت نيكس ثاني اثنين على السجل اللي عليه الدور، وترجع لك تورو لو كان السجل بيان، وترجع لك فوسو لو كان السجل ايه فاضي. يبقى هي بتعمل لي حاجتين، بتنقلني للسجل الثاني وبتعرفني السجل اللي مليان ولا السجل ايه والسجل اللي فاضي. ايوه بيف، اقول له بيف على طول لو هي بتساوي ايه ترو. يبقى انا هقول له كل الفكره، اقول له اف ان ريزلت دوت نيكس بتساوي ايه ترو، او بلاش اقول بتساوي ترو لان احنا عارفين ان اف دايما بتختبر مين، بتختبر الترو اصلا اوتوماتيك. فانا قلت له اف ان ريزلت سيت دوت نيكست، يبقى هقول له مثلا سيت مسج او سيت لوج مسج، صح سيت لوج مسج يوزر اوكي مؤقتا، إلس هقول له سيت لوج مسج يوزر نيم والباسورد، مالهم يوزر نيم او الباسورد انكوريكت. قول وانا مش عايز اعدي على كل، انا هعدي على كل ليه؟ انا ببحث بايه؟ بقول ان اليوزر نيم كذا ان الباسورد كذا. اليوزر نيم لوحده يكفي اللي ما يرجعش غير سجل واحد، استحاله ده برايمر كي، الف ليه؟ ما هو معروف، هو مفيش غيره. اليوزر نيم ده يا اه يا لا، يا ابيض يا ازرق، هي موجوده مش موجوده، فمش محتاج ان انا الف على السجل اللي بعده، انا مفيش اصلا سجل اللي بعده، ببحث بالبرايمري بتاعي ده، غير بقى البرايمري كمان ببحث بالباسورد كمان. هي جرعه كلمه واحده مش هكتب، انا انقل نفسي عليها اشوفها بس فيها ولا ما فيهاش. خلاص شكرا، فيها خلاص يبقى من غير حتى ما اعرف ايه اللي فيها يبقى هو صح، ما فيهاش يبقى خلاص معروف ان هو برده ايه غلط على طول. لو جيت جربت كده التست سيرفيس دي، وخد بالك لو رحنا كده على الداتابيز بتاعتنا جدول ممبر عندنا اهو، يوزر نيم احمد 123 علي 2012 123 ام جميل 123. ممكن ايه؟ لا ما يأثروش. ليه يأثروا ليه؟ مين لما يحصل ايه؟ ايه المشكلة؟ لا عادي، هم لو ويب ليه؟ احنا كل الناس قاعدة على الموقع، كل الناس وفي نفس الوقت قاعدين على الموقع، بس ما اكونش انا عامل كود غلط او فكر غلط يكون يتعارض مع الناس اللي موجودة. يعني بمعنى ايه؟ ما اكونش عامل مثلا كود يا ابني، ما كنتش نعمل مثلا كود حجز مثلا، فاتنين بيحجزوا والاثنين ممكن يحجزوا مكان واحد بسبب ان هم قاعدين مع بعض. لا اكون عامل حساب ان طالما ان حجز يبقى لازم واحد دخل يحجز يبقى الثاني ما يقدرش يخش يحجز مثلا. ما كنتش انا اللي غلطان في الكود واقول ده الويب كده هيقع، لا ما وقعش، انت اللي غلطان اصلا في الكود. هي اسمها لوك، الاسم العام بتاعها لوك. خلاص هخش ادخل احمد 1 2 3 4 5 وساين ان، اليوزر نيم والباسورد مالهم غلط، دول طب 1 2 3 دول ساين ان، اليوزر ايه اوكي. يبقى كده احنا ايه تمام، وصلنا لمرحله كويس، وصلنا لمرحله كويس خلاص. بس المرحله دي انا كنت عايز احولها من، مش عارف هتعجبوا بالكلام ده ولا لا، بس انا عايز احولها من ستيتمنت لبريبيرد ستيتمنت. بس هقعد اقول بقى ايه الفرق ما بينهم و... معلش هقول لك بقى ما اضطر، بس في فرق فوق كتيره خلاص. الستيتمنت العاديه بتشتغل باسلوب اسمه الاس كيو ال انجكشن، اس كيو ال ايه انجكشن. خد بالك معايا، لو انا جيت على سبيل المثال توقعت وانا في الشاشه دي كده ان انا هكتبه هنا هيتكتب هيتحشر في جمله سيلكتايا وير ان اليوزر نيم كذا اند الباسورد كذا وفي سنجل في الاخر، صح؟ طب انا اقول لك ايه، وير ان انا عارف ان في واحد اسمه احمد او الباسورد او، انا عملت او دلوقتي او اوريها لكم الاول هنا عشان تبقوا شايفين، او الباسورد او خلاص كده ومعامل سنجل كده انا قفلت الباسورد خلاص كده. طبعا الباسورد مش او اور، خلي بالك، وانا متوقع ان الحقل اسمه ايه يوزر نيم،
اور ان اليوزر نيم